في أقصى جنوب ألمانيا تقع مدينة شتوتغارت التي تعد سادس أكبر المدن في البلاد وأهم مركز لصناعة السيارات عالميا ومقرا لشركة مرسيدس بنز العالمية المتخصصة في صناعة السيارات. تحتضن مدينة شتوتغارت مصنعا فريدا من نوعه لسيارة مرسيدس، مصنعا يعمل بشكل آلي بالكامل ودون تدخل البشر في أي مرحلة من مراحل التصنيع. داخل المصنع يتم تصنيع تلك السيارات الفارهة عبر الإنسان الآلي أو الروبوتات الذكية بهامش خطأ لا يذكر عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. جيش من الروبوتات يعمل يوميا على تصنيع تلك السيارات وفقا لمواصفات دقيقة وعبر تكنولوجيا متطورة دائما ما امتازت بها الشركات الألمانية بشكل عام ومرسيدس بشكل خاص. ذلك التقدم الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي بات يطرح تساؤلات ملحة: هل يطرد الروبوت البشر من صناعة السيارات؟ وهل تشهد السنوات القادمة استبدال العمالات البشرية بأخرى آلية في الصناعات المختلفة؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة.